اتفضل. يعني حضرتك بتقول انه كان فيه زي تفاهم مع الاخوان فيما يتعلق بالتعليم والمناهج والى اخره. تمام. بس صوره المجتمع في عهد عبد الناصر كانت صوره يعني حداثيه، صوره مدنيه من التمدن، انه ما كناش نلاقي مثلا اثار لتعصب ديني، لتطرف ديني، ما كناش نشوف مثلا يعني نتذكر حتى حفلات ام كلثوم، يعني شفت الجمهور كان بيلبس ازاي ويقعد ازاي، الافلام، الاغاني، الحركه الثقافيه. سيادتك بتكلمني عن المظاهر المظاهر لكن القشرة. ما هو دفين هو السيء. ايه بقى الدفين؟ انك انت بتعمل الحفلات دي والاخوان متحكمين في التعليم، وانت لانك مش على دراية بخطورة الاخوان، فانت مسموح لك انك تاخد بمظاهر الحضارة. بس ما كانش في اثر لهذا التحكم بالتعليم على المجتمع؟ لا كان؟ اقول لك، ما انت كويس، الاسئلة دي بتثير في ذهني مسائل كثيرة. عبد الناصر في سنة 68 افتكر، او كان عيني استاذ في معهد الدراسات الاشتراكية. قال لهم انا عايز ده يجي يدي ذهنية فلسفية لطلاب معهد الدراسات الاشتراكية. ده ملوش دعوة لا بأي شيء آخر إلا إنه يفلسفهم. كويس؟ وبكرم من عبد الناصر. وكان مدير المعهد وقتها الدكتور فوزي منصور. شيوعي ملتزم، أستاذ بمعنى الكلمة. فقال احنا علشان نخلي الحوار اقوى بلاش نملي، احنا نطبع المحاضرات والوقت كله يبقى مكرس للحوار للمناقشه. ودي فكره انبسطت منها وايدتها وتمام. ودينا احنا المحاضرات، كل الاساتذه ودوا المحاضرات الى الاداره علشان تطبعهم وتوزعهم على الطلبة. اتعملت كل المحاضرات ما عدا المحاضرات بتاعتي. انا بسذاجه قلت له هو البيروقراطيه حتى دخلت جوه معهد الدراسات الاشتراكيه؟ فقلت للمدير الاداري ايه الحكايه؟ انتم مأخرين ليه طبع المحاضرات؟ قال لي لا، ده ممنوع طبعها بامر من مدير المعهد، منك للمدير. فروحت للدكتور فوزي ايه الحكايه؟ قال لي شوف، لو طبعنا محاضراتك النهارده المعهد يغلق تاني يوم. مع انك جاي بقرار من عبد الناصر. بالضبط. حل انت بقى المعضله دي. لا، ده معضله ما حلهاش حد دي يعني زي مدير المركز اللي معينه عبد الناصر. مرعوب ان انا لو محاضراتي طبعت المعهد يغلق، مين يغلقه؟ ما عبد الناصر. لكن مش هيغلقه، هو مش هيغلقه. ده اللي هيغلقه اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي. ما رأيك؟